صباح الخير، أود أن أرحب ترحيبا حارا بدولة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى القاضمي هنا في برلين. أرحب بكم ترحيبا حارا. كان البارحة في باريس واليوم هو في برلين ونحن سعداء كثيرا. للأسف بسبب الجائحة لم نستطع أن نستقبل دولة رئيس الوزراء مع حرس الشرف، عادة هذا ما نقوم به، سنقوم ذلك بزيارة أخرى. إنه زيارته الرسمية الأولى بعد توليه المنصب، وأريد أن أركز بأن ألمانيا تقف إلى جانب العراق بشكل ثابت. نحن نريد أن ندعم العراق على درب الأمن والنمو والاستقرار. إنها طبعا الظروف صعبة، هذا بديهي وواضح، لا سيما الآن على ضوء الجائحة، ولكننا نحاول هنا أيضا أن نساعد عبر تقديم معدات الحماية وأجهزة التنفس وتدريب الطاقم الطبي، وأيضا عبر بناء أيضا مستشفيات ميدانية. وحاولنا أن نقدم دعمنا لاحتواء الجائحة. اليوم سوف نتكلم عن التطورات الراهنة حول المسائل السياسية والاقتصادية والمسائل الأمنية. طبعا نحن نعرف أنه في المنطقة المتواجدة فيها العراق طبعا التوترات جسيمة جدا، ونحن نرحب كثيرا حضرة دولة رئيس الوزراء أنكم عبر سياسة دول الجوار المتوازنة تحاولون أن تساهمون إساما في ذلك. نحن نعرف أن محاربة تنظيم داعش لم تنتهي بعد، داعش لا يزال خطرا للمنطقة ووراء حدودها. ألمانيا سوف تدعم العراق من خلال التحالف الدولي لمحاربة داعش وبعثت الناتو في العراق، وأيضا لبناء الاستقرار. والبرلمان الألماني في نهاية أكتوبر سوف يقرر حول تمديد تفويض الجيش الألماني. أرحب بشكل واضح أيضا بالإرادة برائدة الإصلاح للحكومة العراقية من أجل سيادة القانون، من أجل سيادة الدولة وتعزيز مؤسسات الدولة. هذه هي العناوين العريضة على أجندة الدولة، إنها أجندة طموحة جدا. وهناك أيضا الإعلان عن انتخابات مبكرة في يونيو 2020، هذا طبعا يعزز من ثقة المواطنين بالمؤسسات مؤسسات الدولة. ونحن نعرف أنكم وضعتم أيضا أجندة طموحة جدا على المستوى العراقي، وألمانيا تستطيع أن تدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص. ويسرني كثيرا أننا سوف نباشر مباشرة بهذا الحوار، وأرحب بكم ترحيبا حارا دولة رئيس الوزراء. شكرا جزيلا على حسن الاستقبال بالرغم من ظروف تحديات وباء كورونا. جئت اليوم إلى برلين لكي أؤكد التزام العراق بعلاقات وثيقة ورغبة بشراكة مستدامة مع ألمانيا. أيضا أحب أن أنقل التقدير الكبير الذي تكن الحكومة العراقية والشعب العراقي للمساعدات الألمانية المتواصلة للعراق في مجال مواجهة الإرهاب في إطار التحالف الدولي للمناهضة لداعش. وهذه التجربة كشفت مدى ارتباط بين أمن واستقرار العراق وبين أمن الأوروبي. نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون في المجال الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب، وخصوصا في مجال تدريب وبناء القدرات القوات الأمنية العراقية وضمن إطار حلف الناتو. هذه أوقات صعبة جميعا نمر بها، الإنسانية تمر بها بسبب ما خلقه وباء كوفيد 19 من تحديات صعبة في مجال الصحة والاقتصاد، وهذا ما يدفعنا أكثر للتعاون. ونحن نتطلع للاستفادة من التجربة الألمانية في هذه المجالات. أود أن أعبر عن شكري مرة ثانية لإشكال الدعم الإنساني المختلف التي قدمت ألمانيا في مجال إعادة الإعمار للمناطق التي تضررت بالحرب ضد داعش التي قدمت ألمانيا. وهناك العديد من القضايا التي نسعى للتعاون فيها في هذا المجال.
مثل موضوع اللاجئين ومشكلة وإشكالية المقاتلين الأجانب. شرعنا في برنامج طموح لإصلاح وإعادة هيكلية وتحديث النظامين الاقتصادي والمالي في العراق، وأطلقنا عليه بالورقة البيضاء. هذه ورقة طموحة لإعادة تقييم وإعادة بناء الاقتصاد العراقي. نحن مهتمون بالحصول على كل الدعم من ألمانيا في تجربتها في هذا المجال، في الدعم الاستشاري أو التقني أو الخبرات في هذا المجال. ألمانيا دولة كبيرة ومهمة بالنسبة للعراق، وندعى إلى شراكة مهمة. هناك العديد من الشركات التجارية الاقتصادية بين العراق والشركات الألمانية. نحن نقترب من إعلان عن المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تنفذها شركات ألمانية في مجال تهيئة القطاع الكهرباء وكذلك في البنى التحتية، وبالخصوص هناك المرحلة الثانية من عقد سيمنز لتطوير الكهرباء في العراق. شركات ألمانية نحتاج لها في العراق لإعادة البناء وبناء البنى التحتية. نحن مهتمون بمزيد من التعاون في مجال التطوير في البنى التحتية العراقية، واليوم لدي أنا وفريق عملي الوزاري اجتماع مع اتحاد الشركات الألمانية لاستكشاف فرص التعاون بين العراق وألمانيا. أيضاً نطلع على الاستفادة من الدعم المالي في مجال ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة نزيهة، حيث تعهد الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة في منتصف العام المقبل، ويهمنا ضمان أن تتمتع بأعلى نسبة المشاركة وبالشفافية. مرة ثانية أكرر شكري لسيد المستشارة وأتطلع إلى شراكة حقيقية على المدى البعيد. شكرا جزيلا.